فنانتنا التونسية الراحلة منيرة حمدي، يعني ما شاء الله ريبرتوار قوي من الأغاني اللي خلتهم دائما الفنان يعني يرحل، لكن تبقى أعماله اللي تبقى عايشة بيناتنا. وعلى هذايا الليلة حبيت أني أقدم أغنية، الأغنية هذية تسجلت يعني تقريبا في التسعينات، الأغنية هذية سجلت في سوريا وقتها. منيرة حمدي مشت لسوريا وكانت رحلة أخرى يعني هناك. نتحدث الليلة على الرحلة هذه ونسمعوها الأغنية الأول مرة، ما زال إلى حد الآن ما سمعها حتى حد، هي محلة سمارك الأغنية، وعندها اسم آخر هي غالي، يعني هما وقتها كان فهم نقاشنا عندها اسمين الأغنية، منيرة حمدي مباشرة في سهر الليل.
غالي طبعا للفنانة الراحلة منيرة حمدي الليلة سمعوها حصري الأول مرة تسمعوا الأغنية هذية. الله يرحمها طبعا منيرة، لكن خلتنا برشا أعمال. رحلتنا الليلة تأخذنا مباشرة إلى ألمانيا مع المايسترو مع الموسيقي بلند ملا معنا مباشرة. بلند مساء النور، أهلا وسهلا بك. أستاذ مجيد تحياتي لكم، يا أهلين وسهلين. الله ينورك، مرحبا بك يا سيدي في إذاعة تطاوين الليلة. يا سيدي تشرفنا معرفتكم وشكرا كثير. الله ينورك لدعوتي. اسمح لي كمان أقدم أحر التعازي لرحيل الفنانة الغالية علينا كانت منيرة، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة، ولكل محبينا ولأهلها ولعائلتها الكريمة ولألكم. شكرا، الله يرحمها. الله يرحمها، يرحمها طبعا فنانتنا. الأغنية هذه هي كانت يعني تقريبا في التسعينات، حتى ممكن تعطيني تفاصيل الكلمات اللحن الكل. ايه بالتسعينات زارتنا منيرة، اشتغلت معي بفندق الميريديان، كانت تغني وكانت الأصوات الرائعة جدا، فحبيت انه تعمل لحن واول ألحان على فكرة انه تعمل شيء شغله، وقمت انا قلت لها انا راح اعمل لك لحن وهدية يعني إلك خاص، يعني بالاستوديو اشتغلنا على اللحن والقصة كلها، وساعدنا احد الاصدقاء كمان اللي بيكتب شعر، هو فنان يعني عازف ناي، فلكن بيكتب شعر الاستاذ محمود نابلسي، ما بعرف اذا عايش او هي الله يرحمه اذا كان عايش او طيب ما بعرف، صار لي 6 سنين مغادر البلد، فاشتغلنا له بهذا الموضوع، سجلت لها طبعا هي بروفا كانت، عطيتها الماستر الاساسي موسيقى على الحلة الاساسية ممكن تدخل صوتها بتونس وكان غني مع كورس، فاخذت الموسيقى لحال وهي كانت بروفا اللي انت سمعتها ما حدا عنده اياها هي اكيد. وفي خساره كمان في شغله حلوه انه رحنا على اذاعه دمشق استضافونا التلفزيون السوري عملوا لقاء معها وكنت انا مع منيره فغنت الحب كله، هلا ذكرتني كمان هي من المعزوفات اللي انا بحبها، فغنتها منيره بشكل كتير حلو كنت انا وياها يعني لحالنا، فهذا التسجيل ما جبته من الاذاعه للاسف الشديد، هي الشغله الوحيده وهذا محتفظ فيه من هذيك الايام. نعم انا عام ذكرني هيك تحديدا، يمكن يا بال96 يا بال5 96 97 تقريبا هيك يعني، تعرف لانه اشتغلت بهالفتره كثير، انا كنت بالمريديا من سنه ال94 ولغايه ال2011، فمر على راسنا مثل ما بيقولوا كثير فنانين ومطربين ومطربين عرب ونجوم وكتير عزفنا مع ناس يعني شي ضيوف شرف شي عزفوا معنا وغنوا معنا بشكل يومي، ومنيرة كانت منهم يعني، وكان أحلى الأصوات على فكرة يلي مرقت علينا بالضبط مو مجاملة يعني، صوتها كان كتير جميل وبتغني طرب وشي بياخد العقل، فنانة بكل معنى الكلمة كانت الله يرحمها. وطولت بسوريا ولا بقت فترة معينة يعني قصيرة ورجعت؟ لا ضلت تقريبا 20 يوم، كان عقدها 15 مددوا لها كمان كم يوم، وبتذكر كان عندها عمل تلفزيوني بوليسي يعني مع مخرج سوري كان بدها تمثل ومثلت فيه يعني اخذت مشاهد معينه يعني كان عندها تمثيل بالاضافه لشغلها معنا بالميريديان، وبنفس الوقت كنا نحن عم نحضر الغنيه وعم نشتغلها وعم نعمل لها بروفات، وباحد البروفات طبعا بالاستوديو كانت معنا دوما تجي نقعد نحفظ نقيم ونحط هي هيك هي هيك بتساوي هيك يعني تعرف الامور الموسيقيه والفنيه وهي كتير بتحب الطرب وحبت يعني الاحساس يبدو فما حاجه اي فما حاجه هو الفنان عامه هو احساس اكثر منه حاجه اخرى، فهي ممكن انها باللحن او بالكلمات وكذا انجذبت وتمت عمليه البروفا ومن بعدها يعني تمنينا ان يكون فما تسجيل استوديو حتى تكون كجوده وكواليتي تكون عاليه جدا. صدقني ايه بالضبط، نحن كانت هي بروفا اللي انت اخذتها ويعني باستوديو هيك ململم ونعوم وعملنا اللي قدرنا نعمل عليه وباسرع وقت نفذتها يعني، لاحظ هي الاغنيه يعني لما في اي فنان ممكن ينفذ اغنيه بهالسرعه الا بده شهر شهرين ثلاثه بس لتختمر بمخه وتفوت، بس تصور انه هي يعني ما اخذت اقل من 20 يوم، الفتره اللي كانت فيها كانت هي عم تحفظ وتروح وعندها تمثيل وعندها شغل بالليل معنا فكانت عم تحفظها، وهي البروفا يعني انا بعتبرها
70% او 80% ممكن تقول نعم عم تنفذ يعني، اللي عم تحفظها جديد كانت يعني، برافو عليها انه طلعت هيك. اي وزي باللهجه يعني اللكنه زيبتها. لا لا بالضبط اللكنه الشاميه تبعنا. بالضبط. إيه هو كانكم احترتوا في العنوان محلى ثمارك ولا غالي؟ والله هي كانت اسمها غالي. هلا شفنا انه غالي كثير نازل هذا العنوان، فقلنا لها طيب خلينا نعملها محلى سمارك يا غالي. او محلى سمارك، فضلينا على محلى سمارك. قلنا محلى سمارك ماشي الحال لانه هي بتحكي عن السمار وعن فاعتمدنا انه محلى سمارك احسن من غالي، يعني محلى سمارك هي شغله جديده فاعتمدنا عليها هي محلى سمارك. ومنيره حمدي هي كانت اولى الفنانات اللي تعرفت عليهم من تونس، وكان فما تعامل بيناتهم. بالضبط بالضبط بالضبط، هي اول فنانه بتيجي من تونس وكثير انبسطت معنا، وكانت نازله عنا بالميريديان يعني معززه مكرمه وبالاصوات الحلوه، وكان الجمهور كثير ينبسط لانه بتغني طرب، ونحن نحن كثير يعني عشاق الطرب بالشام وبحلب، نحن بسوريا بالشام وحلب، وفي كثير عنا يعني محافظات نحن بنحب الطرب كثير الاصيل. فهي من النوع اللي بتغني الطرب الاصيل. هلا في عنا مطربات من لبنان من تونس من بيجينا كثير مشكل بيغنوا كل الستايلات يعني الحديث، فالطرب قليل يعني. هلا عنا كان يعني مثل كينانا القصير عنا بسوريا بتجنن، كينانا من الاصوات الرائعه. نعم اللي يعني نحيوها كينانا نحيوها طبعا. تسلم لي، بتغني طرب حلو. ومنيره نفس الشيء من النوع الحلو، نحن هذا الشيء متعطشين له كثير، مصطنعه مع بالفتره تبع العقد وسافرت بعدين وما بعرف انقطعت الاخبار ما كان فما تواصل بعد عودتها الى تونس، ما كانش فما تواصل بيناتهم. والله تواصلنا فتره بعدين بتذكر انه بدها تروح على الخليج او على لندن او على كذا يعني صار في شويه بعد، لانه بتعرف كل واحد بيعمله بشغله. للاسف والله ما صار تواصل، وحاولت اتواصل معه. هذا هو يعني. حبينا الليله نقدمه هالاغنيه. بلند الاورج موجود الليله ام لا؟ طبعا موجود. اي فينا انا قاعد بالاستديو تبعي طبعا. اي Thank you.
اي تقريبا ممتاز يا سيدي، الله يسلم اليدين ويعطيك الصحة. يعطيك الصحة يا بلند، شكرا يعيشك. انا نهدي لك وردة، وردة جميلة من عندي، يلا مباشرة نسمعوها في سهر الليالي. وردي جميل. يا سلام يا سلام، هذه لمساتك فيها. طبعا ذكرتني فيها. بتعرف شو، كل قطعه بعملها او كل معزوفه من اللي بحبهم على الشغلات الحلوه القديمه إلى عندي هيك ذكرى حلوه. هي على فكره عملتها تقريبا بالربيع، اول الربيع بالمانيا من شي كم شهر يعني بمارس. عملنا القطعه هي، عملتها كان عنا انا عم بشتغل بالتلفزيون الالماني بالاس بي ار، فكان عنا بهايلبرون الحديقه الفيدراليه من اجمل انواع الورود بالعالم، بالعالم كله انا ما شفت اجمل من هيك ورد. فصورت كل شيء ورد حلو صورته. انا عم فكر شو بدي اعمل يا ترى، الوردي جميل كذا غير الوردي جميل، في عنا كثير اغاني. فقلت والله الوردي جميل حلو، وانا بحب الريتم الفالس. فاجيت على البيت اشتغلت، وطبعا كل معزوفه اللي عم تسمعون هدول تاخذ معي شغل 20 يوم تقريبا بين توزيع، تحب لها وقت طبعا توزيع وقصص وايقاعات ومدري شو. فعملتها وطبقت الصور اللي انا مصورهم بالموبايل تبعي، عملت فيديو موجود طبعا على صفحتي. ممتاز. هالصور نفسها طبقت عليهم هالموسيقى وبترجعنا لايام زمان حلوه الحمد لله. الاعمال جميل جميل انك تاخذ من الطبيعه وتجسمه على ارض الواقع كاحساس. تماما
تماما. بلند يعني تعاملت مع أسماء كبيرة، سواء فنانين سواء أيضا موسيقيين غيرهم، مجال الفن يعني عامة. وبديت تتأسس في مشروعك الفني الخاص بك، خاصة من حيث المعزوفات الموسيقية، فما أيضا تقريبا أغاني صوفية أيضا نزلتهم إذا طبعاً ذكرت. طبعا طبعا ايه، في لي هلا عملين جداد. السنه الماضيه عملت عمل، وهلا السنه جديد كمان من شي يومين ثلاثه. رمضانيات ولا شنو ما هما؟ طيب هو برمضان، انا طبعا اجاني الكلام برمضان وكان جو رمضاني حلو يعني، ف طلع معي هيك قصص يعني. قعدت اشتغلت فيهم، عملت اول لحن لصديقنا كمان من نفسه، هو المطرب، بوجه له تحيه، وليد وتد، تحياتنا ليه وليد، حاليا فنان من الاصوات الحلوه صوت رهيب، وقت اللي تسمع صوته تمشي مباشره انه شاب في العشرينات او في 30 من عمره. هي ما شاء الله، هو فوق الستين وبيغني حلو، انا بعرفه معرفه من 30 سنه. نعم، هو خطاط وفنان وكثير انسان راقي. فعملنا له أول عمل عجبته منك ومني، كانت للحلاج. هذا العمل السنة الماضية. طبعا بعت لي صوته عن طريق الواتس أب وكذا، وأنا هون اشتغل عليه باستديو بالبرامج، تعرف أنت برامجنا وقصصنا، يعني كأنه قاعد عندي باستديو، سويت الصوت، تعذبت فيه كتير. عملنا هذا العمل، وكمان إجاني رمضان الماضي بقى هذا العمل الثاني، عرفته الهوى، كمان لرابع العدوية قصيدة. نعم، فكمان اشتغلنا عليها وعملت لها لحن هيك كمان، ما بعرف ان شاء الله يكون اعجابك. حلو، انا سمعته ممتاز جميل. انا كثير بهتم بالجمل الطربيه الحلوه، انا مسميها الكباريه يعني، انا ما كثير بحب اسمع شيء جديد على فكره، مو لشيء، بس ما في لا كلمه لا لحن، بوجع الراس. انا سميع ام كلثوم، عبد الوهاب السنباطي، فريد، ورده، هالناس هي كلها، سعاد محمد، صباح فخري، بنوجه له التحيه كمان الله يعافيه طبعا، استاذنا العملاق، نقيبنا، نقيب الفنانين كان نقيبنا. ايه فهيك يا سيدي، من هدول الاعمال اللي انا عملتهم. بهي حاليا شنو تحضر؟ فما تحضيرات خاصه لعمل جديد، موسيقى جديده، اغنيه جديده، ولا شنو بالضبط؟ والله صدقني هلا انا يعني في تحت ايدي تنفيذ هيك جاي على اشتغلها، هو المشكله انه شغله مزاج يعني. انا دوما بركض على الشغلات الحلوه الثقيله، العمل يمكن اكثر من 70 عمل او هيك شيء تقريبا على قناتي على اليوتيوب موجودين. كثير لام كلثوم، لعبد الوهاب، للصنباطي، يعني بختار هدول مدرستي، هدول بحس سبحان الله بس اسمع يعني واحد منهم، بسمع محمد عبد الوهاب فورا بعرف هي الحانه دغري، بسمع بليغ حمدي بعرف، بسمع هذول يعني صار عندي هوس فيهم هذول الناس. ممتاز، بشتغلهم كل اعمالهم. نعم، كوكب يعني ممكن اعمل شيء جديد، ممكن اعمل هيك شغلات ان شاء الله. خلينا نسمعوا كوكب الشرق، ام كلثوم، بعيد عنك. الله الله، خلينا نزيدوها زادة. هذه ليلتي، عزفا بلند ملا. Thank you.
هذا ابداع اخر بلند يعني اللي كنت الليله بالنسبه لي عم نذكرني خيون اللذيذين هذول حلوه دغري بصل عند المطرب هذه ترى ليلتي وحبيبي سلام حلوه شغلي. حلوه طبعا بس تواصل طبعا في نفس المعزوفات مع العمالقة معزوفات للكبار فما أيضا ريبريز يعني هم إعادات للموسيقات هذوما بأنامل بلند إن شاء الله هلأ أنا كل شيء شغلات قديمة وأعمال قديمة حلوة عم طورها على الآلة تبعي يعني هيك آلة الأورج مفروض تكون يعني مو آلة إزعاج وضرب مثل الشواكيش مفروض يعني بالفعل يعني تلاقي دج 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 ليش عندك آلات حلوة وعندك أصوات وعندك كل شيء قدامك بس بدك إحساس وخبرة وعزف
وواحد يختار الشغلات القديمة الحلوة بيستفيد، بيستفيد فنيا بالوزن بالمقامات بالكذا. هي أنا بنصح كل عازف أورج يعني عم أو حابب يعزف أو بده يتعلم أو يلي عم يعزفه. نعم بلند يعني القديمة. تو إذا نرجع بيك البلند، هل الاسم هذا الاسم غير متداول يعني تحديدا، يعني شو معناه هذا الاسم؟ يا سيدي هذا الاسم طبعا أنا من مدينة دمشق ياسمين، أنا من أكراد مدينة دمشق أحفاد صلاح الدين، فهذا اسم كردي سماني الوالد، يعني طبعا له معنى يعني اسم يعني شامخ عالي، بلند بلند هو الكردي. الحاجة العالية يعني هو الشامخ، تماما شامخ مناف عالي هيك. إيه طبعا باللغة الكردية، فنحن بنحافظ على تراثنا وعلى ثقافتنا كأكراد يعني أقل شيء. طبعا اكيد، وتحيه لهم ولكل اللي يسمعوا فينا الليله. كما عبد الباسط ايضا يسلم عليك سلام خاص وبالتوفيق ويسمع فينا، فتحيه لي طبعا الاستاذ عبد الباسط حبيبي، هو همزه الوصل اكيد. وشكرا لي انا بس خلي لك الكلمه اللي كنت، ويعطيك الف صحه على الهديه الاغنيه منيره حمدي الراحله الله يرحمها. شكرا، لانه الاعمال الفنيه هي اللي تبقى عايشه معنا رغم رحيل الاجساد، لكن الفن هو عمل والعمل يبقى طبعا للفنان. شكرا بلند، انا خلي لك الكلمه اللي كنت لمتابعينك لجمهورك الليله. تسلم لي، شكرا كثير لكم، ويسعد مساكم كلكم، وأنا بتشكركم، وتحية للشعب التونسي الغالي حبايب قلبنا، وتحية لك كمان أستاذ مجيد، تحية لصديقي الأستاذ عبد الباسط يلي جمعني فيك وعرفني عليكم، وشكرا كتير كتير لكل الطاقم تبع العمل يلي عم يشاركك بالعمل هلا حاليا بالاستوديو، وإن شاء الله منضل على تواصل. إن شاء الله. الله ينورك، شكرا بلند ملا، طبعا مايسترو كبير، موسيقي كبير ومثقف موسيقيا جدا، بالتوفيق بإذن الله. وأنا باش نسمعك منيرة حمدي الليلة في كوكتيل ميدلي تونسي.